بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ومن جديد. واستاد الأهلي النهاردة هيكون معنا في فقرتنا الثانية في استاد الأهلي كابتن تامر حفني مدير فني الفريق 2002 للنادي الأهلي، وأيضا بعض أفراد الفريق عشان نتكلم عن تتويجهم هذا الموسم ببطولة القطاعات في دوري ومرحلة 2002. ألف مبروك ليهم. النهاردة هنعرف إزاي كان مشوارهم عشان يوصلوا لهذا المشوار الصعب والتتويج في الآخر ببطولة دوري 2002. النهاردة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا تلقى خسارة صعبة أمام كامبالا سيتي الأوغندي بهدفين مقابل لا شيء، وأصبحت الأمور صعبة. ولكن نادي الأهلي على مدار تاريخه دايما بيبقى طالما هناك أمل طالما هناك جد وعمل، هو ده شعار النادي الأهلي على مدار تاريخه. والوضع في هذه البطولة تعادل أمام الترجي ثم هزيمة، أصبح النادي الأهلي عنده نقطة واحدة من مباراتين. فكرني هذا الأمر تماما ببطولة 2013. النادي الأهلي آخر بطولة حصل عليها كانت البطولة رقم 8 في مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان نادي الأهلي ابتدى هذه البطولة أو دور الثمانية بتعادل أمام الزمالك ثم هزيمة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في هنا في الجونة، وثلاث أهداف مقابل لا شيء، وكان برضو نفس صراحة. يعني خلينا نتكلم في خبر مهم، هو أن مجلس إدارة النادي الأهلي تقبل ولجنة الكورة تقبلت اعتذار الكابتن حسام البدري عن تكملة المشوار، أن الكابتن أحمد أيوب هو اللي هيكمل المشوار أمام النادي المصري البورسعيدي في آخر لقاءات الدوري، وهيكون إن شاء الله في الآونة المقبلة هيبقى فيه طبعا ترتيبات على استقرار مين اللي هيكون المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. وإحنا معنا على الهاتف زميلنا كريم أحمد، مع طبعا كان مع بعثة النادي الأهلي المتواجدة في كامبالا. مساء الخير يا كريم. تحياتي ليك يا زميلي محمد، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي. عايز اعرف منك اخر اخبار بعثة النادي الأهلي، خاصة ان في قرار الان بقبول اعتذار كابتن حسام البدري عن تكملة المهمة. بالفعل يمكن حالة حزن سيطرت على اللعيبة بشكل كبير، على الجهاز، على المنصب المرتجي رئيس البعثة، كل حاجة طبعا البعثة المشاركة في المباراة يمكن تأثرت بشكل كبير جدا من المباراة، النتيجة مش متوقعة. يمكن التجهيز كان اللعيبة كان مركزة بشكل كبير، كنا شايفين في الفندق الإقامة من الإمارات في تركيز كبير بالنسبة للعيبة، لكن يمكن أنا خارج عن التوقعات خالص إن احنا نشوف النادي الأهلي النهاردة بالشكل اللي احنا شفناه. كنا بنتمنى إن يكون في جدية أكثر، يكون في روح الفنانة الحمراء النهاردة، يكون في قتال على الكرة. فأكيد طبعا الكل تابع مجلس إدارة النادي الأهلي كان مهتم أكيد بشكل كبير جدا بهذه المباراة، وفور وصلنا إلى الفندق الإقامة بعد العودة من المباراة. يمكن بلغنا الاستاذ جمال جبر مدير المركز الاعلامي للنادي الاهلي بقبول استقاله او الكابتن حسام البدري من لجنه الكوره ومجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وتكليف الكابتن احمد ايوب المدير الفني المؤقت للنادي الاهلي في مباراه المصري القادمه، لحين طبعا الفتره القادمه يكون في مدير فني بنسبه كبيره، مدير فني يكون اجنبي للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. ده اللي احنا برضه حاولنا ان احنا نكتشفه، حاولنا ان احنا نعرفه خلال الدقائق اللي فاتت. لكن زي ما بقول لك اللعيبه حزن شديد جدا على لعيبه النادي الاهلي. فقدان النهارده كمان كان احمد فتحي ايضا كمان من الاشياء المحزنه، الرش على الرتبه اشتكى منها احمد فتحي، كان المفروض يكون متواجد في التشكيله الاساسيه. عمرو السولية ايضا كان قاعد من اصابه، سوء توفيق قبل النادي الاهلي، ضربه الجزاء اللي ضاعت برضه اثرت بشكل كبير جدا على النادي الاهلي. لكن كابتن حسام البدري في المؤتمر الصحفي اتسال عن بالنسبه للصحفيين اللي كانوا متواجدين الاوغنديين، قالوا له فرص النادي الاهلي شايفها ازاي بعد هزيمه اليوم من كامبالا، قال لسه الفرصه موجوده، عندنا اربع مباريات خلال الفتره اللي جايه نحاول ان احنا نجمع فيهم نقاط. لكن زي ما احنا بنقول طبعا النادي الاهلي كان المفروض يصحح المسار، وده اللي احنا كنا متوقعينه في المباراه اليوم، مباراه كامبالا بعد التعادل امام الترجي. لكن ان شاء الله قدر الله ما شاء فعل، زي ما بنقول الفتره اللي جايه لابد يكون في تركيز كبير من لعيبه النادي الاهلي، الاصرار لابد يكون في كمان روح الفنانه الحمراء تعود من جديد. كريم بعد اللقاء هل تحدثت، كريم سامعني؟ هل بعد اللقاء تحدثت مع احد افراد الجهاز الفني؟ الحقيقه يمكن كل ملتزم الصمت، كل بعد المباراه التزم الصمت، ما فيش اي حديث مع اي لعيبه او الجهاز الفني، الكل توجه الى حافله طبعا نقلتهم على الفندق الاقامه. زي ما بقول لك حاله الحزن يعني الخبر جالك من الخبر كان جالك من الاستاذ جمال جبر رئيس المركز الاعلامي في النادي الاهلي، وما اتكلمتش بعده مع اي بعد ما عرفت مع اي حد من الجهاز الفني؟
الجهاز الفني يمكن كله متواجد في غرفه، المفروض ان احنا في خلال لحظات يعني البروتوكول المعروف من السفاره المصريه ان في عشاء للبعثه، لكن اعتذر الجهاز الفني واللعيبه برضو اعتذرت عن التوجه الى السفير، هيكون متواجد في العشاء اللي المفروض محضره السفير طارق سلام مهندس خالد مرتجي والبعثة الإعلامية المشاركة مع النادي الأهلي في المباراة. طيب كريم، الشوط الثاني حسينا بتغير كبير، هل درجة الحرارة اشتدت للغاية؟ يعني عايزين برضو السادة المشاهدين عايزين يعرفوا إيه سبب التحول في الشوط الثاني، في بعض اللعيبة ما كناش حاسين إن هم قادرين يجروا. والله زي محمد عايز أقول لك النهاردة يمكن الجو كان مميز، يمكن أول يوم كان الجو صعب شوية، الرطوبة كانت مرتفعة تصل ل 85%، كنا بنقول بنتمنى ان يكون يوم المباراه يكون الجو مقبول، بالفعل النهارده كان صباحا في بعض الامطار، الجو كان جو كره قدم، يمكن الحاجه الوحيده اللي هي كانت صعبه شويه على اللاعبين وده اللي احنا شفناه، ارضيه الملعب كانت صلبه جدا، هي مطبات كثيره، لكن الجو العام ما اعتقدش النهارده يكون يمكن ليه اي تاثير النهارده، اللعيبه يمكن زي ما بقول النهارده كان في فقدان لروح الفنانه الحمراء، ما كانش في اصرار، ما كانش في لعبه بجديه كبيره امام فريق كمبالا، ويمكن فريق كمبالا من الفرق المتوسطه مستواه، يمكن وصلنا اكثر من كده زي ما بقول لك، يمكن الفتره اللي جايه ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تكون على قدر المسؤوليه، الجهاز الفني مع الكابتن احمد ايوب ان شاء الله او الجهاز الفني القادم للنادي الاهلي يعود بانتصارات من جديد ومصحح ان شاء الله المسار من جديد في البطوله. طيب كريم، عايز اعرف منك هيبقى في حفل او مش هنقول حفل، بقى في عزومه عشاء ما في السفاره المصريه هناك، تفاصيل كواليس العوده، كواليس العوده او الاجراءات هتتم ازاي؟ يمكن بالفعل احنا هنتحرك دلوقتي في خلال لحظات الى العشاء، غدا ان شاء الله هنكون متحركين هنا من اوغندا الى مطار انتيبي الساعه 2 ظهرا، هنتحرك من هنا هو الطريق ساعه ونص عشان توصل المطار انتيبي، ساعه ونص 3 ونص ان شاء الله او 4 نكون متواجدين، طيارتنا 6 الا ربع هنا 7 الا ربع هنا بتوقيت زامبيا، 7 الا ربع هنا بتوقيت اوغندا، 6 الا ربع بتوقيت القاهره، يعني ان شاء الله نوصل 1 ونص صباح يعني قبل رمضان، طبعا السلطان كريم لكل مشاهدي قناه الاهلي قبل رمضان بساعات بسيطه جدا، دخول في رمضان هنكون في مطار القاهره باذن الله. زميلنا كريم احمد بنشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه، وفانا بكل تفاصيل ما بعد لقاء النادي الاهلي وكيف تلقوا خبر قبول استقاله الكابتن حسام البدر. خلينا اقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا، ودي هتبين لكم ازاي النادي الاهلي بيفكر وبيخطط للمراحل، سواء المرحله الراهنه او القادمه. هيبقى في غدا ان شاء الله اجتماع لجنة الكورة، هيبقى في منتهى الأهمية عشان تحديد الاستراتيجية القادمة بعد طبعا قبول استقالة الكابتن حسام البدري ومن سيخلفه. طبعا دي نقطة مهمة، النادي الأهلي عنده مشوار في دوري أبطال، عنده مشوار بطولة الدوري العام، عنده مشوار بطولة السوبر، عنده مشاوير كتير جدا، بطولة كأس مصر الموسم المقبل، كل البطولات النادي الأهلي بيخش فيها بيبقى دائما وأبدا بيبحث عن الفوز. النادي الأهلي في الفترة القادمة هيكون في تغيير للأفضل في ناحية إدارة الكرة حسب المرحلة الراهنة، كل مرحلة في كرة القدم ليها استراتيجيات. فالنادي الأهلي في المرحلة الماضية ابتدى يخش موضوع المدير الرياضي، موضوع المدير الرياضي ده اللي هو سبورت دايركتور، عشان يحط الهوية الرياضية لكل قوام الفرق مش بس الفريق الأول. أيضا الفريق الأول هيبقى عنده تحديد مدير فني جديد، أيضا الصفقات اللي هيتم ابرامها، وايضا تجديد العقود للعيبه هيكون على انهي كيفيه، لان خلاص كل مرحله وليها وقتها. وهقولها لحضراتكم، موضوع تغير الدولار والارتفاع اللي حصل في سعر الدولار، لان دلوقتي انت لما تيجي تقيم لعيب حتى لو هو في الدوري المصري انت بتحط قيمته بالدولار، اي لعيب انت بتجيبه من بره بتجيبه بالدولار، الدولار هو اللي فرق في اسعار اللاعبين، ما هي الصفقه بعينها، في صفقه تم ابرامها كانت ليها دور، ولكن ايضا موضوع الدولار هو اللي غير مستوى سوق الانتقالات، فايضا هتتغير طريقه وكيفيه التعاقدات على المرحله الراهنه، وده دور النادي الاهلي اللي دايما سباق في هذا الامر، انك دايما تحط استراتيجيتك على الوضع القائم، انا هشتغل بانهي طريقه، الهويه بتاعتي ماشيه ازاي، ايه الاهداف اللي انا عايزها، والاهداف هي اللي بتحدد الطريقه. دايما لما تحط قدامك هدف، انا قلت لحضراتكم النادي الاهلي عنده بطوله دوري وعنده بطوله دوري ابطال افريقيا وبطوله كاس وبطوله سوبر وفي بطوله عربيه، هي دي الاهداف الاستراتيجي بتاعتي على السيزون ده، انا عايز اخد دول.
طب هكسب دول ازاي؟ محتاج مدير فني على المستوى ده، ومحتاج اجيب صفقات في المراكز ديت، لان النادي الاهلي اليوم لعب بدون 5 لعيبه يعني قوام لمنتخبات، مش بس قوام لنادي. ما اكون بلعب من غير ازارو، بلعب من غير اجايي، بلعب من غير عبد الله السعيد، بلعب من غير معلول، دول يصنعوا الفارق مع اي مع منتخباتهم، مش بس مع النادي الاهلي. ودي حاجه من الحاجات اللي اتحط فيها الجهاز الفني النادي الاهلي، اتحط فيها النادي الاهلي. وفجاه موضوع اللي حصل مع عبد الله السعيد، الاصابات اللي جات لي ازارو وجات لي اجايي وجات لي معلول، والثلاثه اصلا اساسيين مع منتخبات بلادهم. يعني وليد ازارو ابتدى ياخد فرصه، معلول لعيب كبير جدا في المنتخب التونسي، اجايي بياخد دور مهم مع منتخب النسور نيجيريا في المونديال، كل هؤلاء بالاضافه الى طبعا حسام غالي. هذه الامور كلها هي اللي صبت في هذا الامر. ولكن لسه في امل كبير جدا في بطوله دوري ابطال افريقيا. لسه كنت ببتدي مع حضراتكم قبل ما اقول لكم خبر قبول الاستقاله، ان النادي الاهلي في بطوله 2013 بطولات كتير ما كانتش البدايه قويه جدا، ولكن انك ازاي ترجع ترتب اوراقك، وهو ده اللي حصل او بيحصل في هذه الفتره. فكره انا برضو الناس ما تاخدش في دماغها ان كل هذه الاجراءات هي في يوم وليله. الكلام ده مش صحيح. مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه الكوره لما بيجوا ياخدوا قرار بيبقوا دارسينه جدا للايجاد البديل. وبقول لحضراتكم هيبقى في تغيير للافضل في استراتيجيه اداره كره القدم حسب اهم الطرق الاوروبيه، ومنها قطاع الناشئين او كل مدارس الناشئين في كل العالم، خاصه في الدول اللي انا دايما واحنا بنقدم فقرتنا في الناشئين وقطاع الناشئين على النادي الاهلي، بنتكلم ان لاماسيا في برشلونه كل الفرق بتلعب زي الفريق الاول. نفس الشيء بيحصل في اياكس امستردام، كل الفرق بتلعب بنفس الاستراتيجيه بتاعت الفريق الاول. يعني مش هتلاقي فريق ال 20 سنه بيلعب بطريقه مثلا 4 4 2 وهو عنده فوق بيلعب 4 3 3. ليه؟ احنا لازم نسال ليه ونعرف ليه؟ لان لما اجي انا مهمتي كقطاع ناشئين ان انا اطلع لعيب يصلح لتمثيل الدرجه الاولى في النادي الاهلي. انا محتاج، انا عامل القطاع عشان اجيب منه لعيب يجيب لي بطولات مع الفريق الاول. فلما اجي هو بيلعب بنفس الطريقه بنفس الفكر بنفس الاسلوب واطلع انزله على طول مع الفريق الاول عندي، ما يبقاش فيه فوارق، في لسه انا ما فيش بقى كلمه هتكيف مع طريقه اللعب. لا، انا بيحصل لي تاسيس تحت في قطاع الناشئين عشان اطلع اكون جاهز والعب في الفريق الاول. وده هو مستوى تقدم برشلونه، هو ده مستوى تقدم بايرن ميونخ، هو ده مستوى تقدم اياكس امستردام اللي لسه النادي الاهلي كان بيلعبه وكسب بهدف مقابل لا شيء. ودي اياكس امستردام دي مدرسه الكوره في كل العالم، كل العالم طور طريقته بطريقه اياكس امستردام، وهو ده اللي بيسعى اليه النادي الاهلي في الاستراتيجيه الجديده، وانك تطور من نفسك عشان تواكب العصر، وهو ده الصح في كره القدم، وهو ده اللي مش بس هيجيب لك بطوله، لان النادي الاهلي مش بيبص على البطوله اللي جايه السنه دي فقط، هو عايز يكمل في الصداره، عايز يكمل في حصد البطولات، عايز يكمل مشوار على 5 سنين 10 سنين 15 سنة. وهي دي الفرق الكبيرة بتعمل كده. فريق برشلونة الفرقة اللي طلعت من 2008 لحتى الآن بتحصد، شوفوا خدوا كام بطولة دوري وكام بطولة كوبا دري اللي هو كاس إسبانيا وكام بطولة دوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج. ده ما كانش محض الصدفة، هم بنوا مدرسة لاماسيا وجابوا واحد من أبناء لاماسيا اللي هو جراديولا اللي بيطبق الفكر بتاعه جوه لاماسيا اللي هو قطاع الناشئين، وعمل هوية واحدة ابتدت فرقة برشلونة. حتى مع رحيل جراديولا برشلونة هو بطل الدوري الأسباني، برشلونة بطل دوري وكاس، برشلونة خد ثلاثية مع لويس إنريكي، برشلونة خد تشامبيونز ليج أيضا وخد دوري أسباني مع جراديولا نفسه. فكل هذه الأمور هي الهوية اللي هيصنعها النادي الأهلي في الفترة القادمة. ليه كل قطاع ناشئين هتلعب بنفس طريقة الفريق الأول؟ ودي من أهم النقاط اللي هتطور كرة القدم، مش بس في النادي الأهلي ولكن في مصر كلها، لأن النادي الأهلي هو ترمومتر الكرة المصرية. النادي الأهلي دايما سباق في أخبار وأتمور والتفاعل. والعديد من الملفات، لسه في امل كبير للنادي الاهلي في حصد هذه البطوله. وان شاء الله دايما البطوله لما بتيجي بعد صعوبات بيبقى ليها طعم خاص ومذاق خاص. هطلع فاصل مشاهدينا ونرجع ونستقبل ضيوفنا الكبار كابتن تامر حفني والكابتن ممدوح عبيد الجهاز الفني لفريق 2002 للنادي الاهلي.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا ونكمل كلامنا. كنت قبل ما اطلع فاصل بتكلم عن اهميه قطاع الناشئين في اي فريق في العالم. كابتن عمرو بن مجدي الصراحه السنه دي ما شاء الله في نقطتين بيمشي فيها، ازاي يحضر فرق تكسب بطولات وفي نفس الوقت انك تطلع ناشئين وتطلع لعيبه جاهزه للفريق الاول، وصراحه هذا الامر بيبقى من اصعب الحاجات اللي موجوده في اي قطاع ناشئين في كل العالم، لانك ازاي كمدير فني وكقطاع وكاداره قطاع بتبص على صناعه اللاعب وفي نفس الشيء بتحاول انك تحصد البطوله اللي بتلعب، يعني مفيش مدرب بيبقى حابب ان هو يخسر. خلينا نقول لحضراتكم اني نتيجة لقاء سموحة والزمالك في كأس مصر حتى الآن، تقدم سموحة بهدف مقابل لا شيء، أحرزه اللاعب حسام حسن في الدقيقة 5، ولكن لسه في وقت كبير حتى تنتهي المباراة، مباراة الكأس دايما ملهاش حسابات. هكمل كلامي على موضوع قطاع الناشئين، لأن هيكلة قطاع الناشئين وطريقة توظيفه بتبقى العمود الفقري لأي نادي قوي، لأن لما يكون عندك أزمات اقرب حاجه بتاخد منها هو قطاع الناشئين، لما يكون محتاج لعيب عنده مواصفاتك ومواصفات النادي الاهلي مختلفه عن اي نادي اخر، لان انت عايز لعيب يكون جاهز في التاسيس من الناحيه الفنيه، يكون بيعرف مواصفات وظيفته صح مهما كان هو بيلعب في انهي مركز، مركز حراسه المرمى، هيلعب مساك، هيلعب باك يمين، هيلعب باك شمال، هيلعب خط وسط مدافع، خط وسط مهاجم، او راس حربه. كل هذه المواصفات في النادي الاهلي في المطبخ، في المصنع للعيبه، هو مصنع اللعيبه، هو قطاع الناشئين في النادي الاهلي ومصنع النجوم، يعني على مدار التاريخ كل النجوم الكبار اللي شفتوهم مع النادي الاهلي كان اغلبهم من قطاع ناشئين النادي الاهلي، لان هو مصنع النجوم، مصنع اللي طلع لك كابتن محمود خطيب، اللي طلع لك كابتن حسن حمدي، اللي طلع لك كابتن صالح سليم، اللي طلع لك كابتن طاهر ابو زيد، اللي طلع لك كابتن علاء ميهوب، اللي طلع لك كابتن شريف عبد المنعم، اللي طلع لك النجوم الكبار على مدار التاريخ فتره التسعينات، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن ربيع ياسين، وكابتن وليد صلاح الدين، حسام، كل النجوم دول من افرازات مصنع النجوم قطاع الناشئين في النادي الاهلي. فمواصفات صناعه الناشئ بتبقى مختلفه في النادي الاهلي، لانه لازم يكون من الناحيه الفنيه على اعلى مستوى، يكون عنده شخصيه النادي الاهلي وكاريزما النادي الاهلي، اللي هو انا ازاي بحافظ على لعبي على المكسب وفي نفس الوقت اكون لعيب جاهز اني في اي وقت الفريق الاول ممكن يتم ضمي ويتم استدعائي له، فاكون جاهز ان انا انزل واؤدي. واللعيب اللي بينجح في النادي الاهلي لازم يكون عنده شخصيه، مش اي لعيب يقدر ينجح في النادي الاهلي، مش اي لعيب يقدر حتى مهما كان ان هو لعيب كويس، امكانيات الفنيه لوحدها فقط مش هتشفع له ان هو يكمل ويبقى نجم ويحصد كل هذه البطولات ويقعد وقت طويل داخل فريق النادي الاهلي وداخل قوائم النادي الاهلي لما يكون عنده هذه المواصفات، ان يكون عنده مواصفات فنيه وشخصيته وطريقه تفكيره وانه ازاي بيطور نفسه، لان الكره بتتغير والدنيا حواليه بتتغير وبيبقى في فترات لازم تطور من ادائك عشان تكمل كاساسي داخل قوام الفريق، لان في معطيات وفي متغيرات. كل هذه الامور بيتم تحفيظها للعيب النادي الاهلي داخل قطاع الناشئين، يعني بيتم التعامل معاه، بيبقى عارف هو هيتكلم ازاي، عارف هو هينزل يأدي ايه في انهي وظيفه، وفي لعيبه كتير بتلعب في كذا مركز في القطاع وتطلع فوق تلعب في مراكز ثانيه، فبيتم تحفيزه ان انت في الفتره الفلانيه ممكن تلاقي مثلا، يعني انا اتذكر لعيب زي حسام غالي، كابتن حسام غالي طبعا قائد وكابتن اللي كنا كلنا زعلانين ان هو اعلن اعتزاله. حسام غالي لعب في الناشئين في كذا مركز، يعني ابتدى اصلا كراس حربه ثم بعد كده خط وسط مدافع ثم لعب ليبرو في ماتش من الماتشات كان بيأدي فيه مراكز مش مراكزه، ولكن هو لعيب النادي الاهلي لازم يبقى كده. محمد فضل واحد من المهاجمين الافذاذ في مصر كان اول ما طلع مع مستر مانويل جوزيه لعب باك يمين في ماتش من الماتشات. في لعيبه كتير كده، اللعيبه دي لازم يكون عنده من تأسيسه ان انا هلعب في كذا مكان، ان انا هادي في كذا مكان، ان لازم يكون عندي ترابط ما بيني وما بين زمايلي، لازم يكون عندي هدف ان انا ازاي هلعب على الفوز، استراتيجيته هجوميه. النادي الاهلي له هويه هجوميه، اغلب اللعيبه اللي بتبقى موجوده في النادي الاهلي لازم يكون له هويه هجوميه، حتى المدافعين، المدافعين هيجيب لي كام جون، هيصنع لي كام هدف، الاثنين مثلا قلبي الدفاع في الضربات الثابته هيجيب لي كام جون، لازم يكون بيعرف يعمل باس عشان هيبتدي هجمه، هو
تاني صانع العاب بعد الحارس. الحارس دلوقتي في النادي الاهلي بقوا، عشان اكلم حضراتكم على ازاي التطوير، انا ببص ازاي ان انا اطور والعب زي الفرق اللي موجوده بره، عشان فكر الكرو يعني. كانوا زمان بيتريقوا على جراديولا انه ما بيحبش يجيب حارس مرمى الا ما يكون بيلعب برجليه. دلوقتي لو بصيت على العالم كله تلاقي حارس المرمى لازم يكون بيلعب برجليه، لان هو ده التطور. خلاص بقى اول صانع لعبه بالنسبه لي، والنادي الاهلي فرقه بتلعب بهويه هجوميه، فلازم يكون صناعه اللعب من حارس المرمى وحتى راس الحربه كلهم بيكونوا بيجيدوا تسليم وتسلم. لان انا لو ما بعرفش العب برجليا كويس وانا حارس مرمى هاخد الكرات دي الفرقه التانيه، فبالنسبه لي هبقى خسرت عنصر مهم جدا. نفس الشيء بالنسبه للمدافعين، نفس الشيء بالنسبه لخط الوسط، كل هذه الامور بيبقوا حافظينها جدا داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي، فبتفرق كتير. وصراحه الدكتور عمرو ابو المجد يعني السنه دي بطريقه العمل ومنظومه العمل اللي شفناها وبرزناها لحضراتكم والفرق الجميله، حتى في فرقه 97، الفرقه دي من اكتر الفرق الناجحه على الرغم ان هي ما فازتش ببطوله الدوري، واكتر الفرق الناجحه ازاي؟ لانه عنده كام فرقه، كام لاعب بره وكام لاعب بيلعب درجه اولى، ودي عندك احمد حمدي، كريم ندفد في بيلعبوا في الدرجه الاولى مع النادي الاهلي، ايضا عندك لعيبه واحد زي ناصر ماهر دلوقتي بيلعب مع سموحه نهائي الكاس، عندك فوز الحناوي، عندك احمد عندك لعيبه كتير بتلعب بشكل اساسي حتى مع الفرق اللي تمت اعارتهم ليها. هو ده النجاح، انك تطلع لاعب قادر انه يمثل الدرجه الاولى، دي من اهم صفات قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. يا ريت زمايلنا يجيبوا لنا حد على التليفون عشان نعرف اخر اخبار النادي الاهلي وكواليس عودته من اوغندا، لان ده امر مهم خاصه ان موضوع الخساره امام كامبالا طبعا كان خساره صادمه، ولكن في بعض المتغيرات، في متغيرات في كره القدم بتبقى بصراحه صدمه. يعني النادي الاهلي في اول ثلث ساعه في المباراه كان متسيد الامر تماما، وجاله ضربه جزاء تصنع فارق، يعني وانت بتلعب في افريقيا والامور ما هياش في صالحك فيه وعندك العديد من الغيابات يجي لك ضربه جزاء ويتم احرازها، طبعا ده توفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. يعني مش بس عشان وليد سليمان ضيعها، وليد سليمان جاب ضربات جزاء كانت في منتهى الصعوبه، يعني فصعوبة ان فيها في ماتشات ليها ضغوطات ومش اي لعيب قادر ان هو يلعب تحت ضغط، ولكن وليد لم يكن موفقا في طريقة تسديد ضربة الجزاء، فمن اجله وليد سليمان يعني حارس الصراحة فريق كامبالا كان متألق صد ضربة الجزاء وانقلبت الآية تماما خاصة في الشوط الثاني. غياب الروح دي من اهم العوامل اللي هيكون على كابتن احمد ايوب العمل عليها في الفتره المقبله، ولكن النادي الاهلي بيستطيع ان هو يعدل اموره سريعا، وده بيحدث في كره القدم. يعني خلينا نتكلم ان فريق برشلونه بطل الدوري الاسباني بيلعب اخر مباراه امام ليفنتي بيخسر ب5 اهداف مقابل 4، ما حدش كان متوقع، اكثر متفائلين في ليفنتي ما كانش متوقع واكثر المتفائلين من جماهير ريال مدريد ان ممكن برشلونه يخسر هذا اللقاء، خاصه ان هو ما كانش خسر ولا لقاء طوال الموسم في الدوري ذهابا وايابا امام ريال مدريد لم يهزم. فده كان من الامور اللي كانت بتعمل الى حد كبير علامات استفهام، ولكن برشلونه اخر السيزون بيحصل الكيرف، يعني الكيرف الى حد ما بينزل. عشان كده النادي الاهلي بقاله فتره كبيره في بطوله افريقيا وانت بتلعب البدايات مع نهايه الموسم عندك وتلاحم المواسم الرهيب اللي لا ينتهي، وعندك اصابات وعندك كاس عالم وعندك حاجات كتير جدا انت بتشارك فيها وبتحاول ان انت على قد الامكان ان انت تكون متواجد بشكل قوي، ومش بس كده ده انت عايز تاخد البطوله، فبيبقى الامور صعبه، البدايات دايما بتبقى صعبه. يعني حتى بطوله 2012 نفس القصه، بطوله العام الماضي للنادي الاهلي وصل للفاينل نفس القصه، كل هذه الامور بتبقى في البدايات خاصه مع نهايه السيزون بتبقى صعبه. يعني انت دلوقتي دوري ابطال افريقيا شوف لسه في بداياته وانت لسه بتلعب دور ال 16، ودوري ابطال اوروبا احنا مستنيين محمد صلاح بيلعب الفاينل امام ريال مدريد في شهر 5، فهنا الامور مع الادارات الفنيه بتبقى صعبه الى حد ما في انك تكيف مع
يعني النادي الاهلي في فتره من الفترات كيرفو كان هذا الموسم في بطوله الدوري نو كومنت. صراحه كابتن حسام بدري يشكر تماما على ما قدمه طوال فترته مع النادي الاهلي، فتره ناجحه للغايه، ناجحه للغايه، دوري وكاس وسوبر في اول سيزون، دوري في تاني سيزون، بطولات عزيزه على النادي الاهلي، جاب ال 39 وجاب ال 40، جاب بطوله كاس مصر بعد غيابها فتره كبيره حوالي 10 سنوات على ما اعتقد. دي من الحاجات الانجازات، ان اي حد بيجتهد وبيخش منظومه النادي الاهلي وبيصنع انجازات لازم ياخد حقه. وكابتن حسام البدري قضى فتره ناجحه للغايه مع النادي الاهلي في الفتره الماضيه، ولكن في بعض الامور وبعض الظروف وبعض غياب التوفيق، وده بيحدث في كره القدم مش بس في النادي الاهلي. احنا شفنا مانشستر سيتي بقاله من ساعه حسمه لبطوله الدوري اخر اربع خمس ماتشات، يعني حتى كان بيلعب ساوثهامبتون في اخر لقاءاته في الدوري الانجليزي وبيجيب جون في الدقيقه 94 والناس بتحتفل كانهم خدوا الدوري، لان كان بقالهم فتره بعيده عن الفوز، كان بقالهم فتره بيتعادلوا بقى امام ويست هام، بيتعادلوا في لقاءات وبيهزموا في لقاءات يعني من المفترض انها سهله بالنسبه لهم. ده بيحدث في كره القدم، لانك لما بتحسم بطوله بدري الدوري بدري بيبقى الدوافع عند اللعيبه مهما كانوا مهما حاولت بتبقى صعب. ولكن الجهاز الفني النادي الاهلي، النادي الاهلي في هذا الموسم صنع ارقام قياسيه، عمل نتائج جيده سواء في النتائج المباشره مع المنافسين سواء مع النتائج طوال الموسم، عمل نتائج لا باس بها، لان لازم نعرف ونقدر ان مش عشان مدير فني كان غير موفقا في بعض الامور وبعض المباريات ده يبقى خلاص لا يشفع له لما قدمه مع النادي الاهلي. وده اللي احنا دايما بنتعلمه من النادي الاهلي، انك تتعلم انك تدي من يجتهد قدره، لان قدره كبير اللي عمله صراحه الشغل طوال الفتره الماضيه، ان هو خد مشروع، قدم مشروع احلال وتجديد للنادي الاهلي كان اكثر من صعب. وبعدين في نغمه بيتكلم عليها وللاسف بعض الزملاء، ان اي حد في النادي الاهلي قادر على انه يحصل على بطوله الدوري، الكلام ده مش صح. النادي الاهلي بيعمل ضمن منظومه، المنظومه دي بيبقى فيها مجلس اداره ولجنه كوره بتستطيع انها تختار المدير الفني الاجهز، بدليل ان في بعض المدربين لم يوفقوا في بطوله الدوري وتمت اقالتهم، ابرزهم بومفرير، اوليفيرا، مدربين اجانب ما كانوش موفقين في بطوله الدوري فتمت اقالتهم، لان بطوله الدوري هي العمود الفقري للبطولات اللي انت بتشارك فيها. بطوله الدوري بالنسبه لجماهير النادي الاهلي بتبقى اصعب بطوله النادي الاهلي ممكن ما يكسبش بيها، فبتبقى بالنسبه له، ودي البطوله على فكره اللي بتبرز لك مدى قدره جهازك ولاعبين. يعني اللي بيكسب الدوري هو بيبقى الفريق الافضل، من غير ما نتكلم ان الكاس هي اربع خمس ماتشات ممكن تبقى موفق فيهم، لو خلص تعادل تلعب بنالتيات فتبقى فيها امور، ولكن بطولة الدوري انت بتعمل كام؟ 38 اسبوع بتتحدى كل الفرق، بتلعب كل الفرق ذهابا وايابا، بتلم نقاط، عندك مشوار وعندك تلاحم، موسم صعب للغايه، بتلعب كل ثلاث ايام، فتره من الفترات كان بيبقى اقل من كده، ودي حاجه لا تحدث في كره القدم. السنه اللي فاتت النادي الاهلي لعب النادي المصري في اخر اللقاءات قبل لقاء الاهلي والزمالك، وكان في زامبيا ورجع مع زاناكو وريك كملش لكل من اجتهد وكل من حقق انجاز قدره. نقول بنشكر كابتن حسام البدري على الفتره الرائعه الصراحه اللي عملها، ساهم في صناعه مشروع واحلال وتجديد للفريق. الصراحة اللعيبة الأفارقة اللي تم انتقائهم كلهم على أعلى مستوى، ودي شيء يحسب له. كان النادي الأهلي جاب وليد أزارو نجح وأصبح هداف الدوري، جونيور أجاييه كان فيه نقد كبير جدا جدا عليه، على الرغم أن جونيور أجاييه لم يأتي مع الكابتن حسام البدري، ولكن أفضل فترات جونيور أجاييه الفنية كانت مع الكابتن حسام البدري. معلول، علي معلول من اللعيبه اللي ايضا كان عليها انتقادات كبيره جدا، وفي بدايه ده هو بيلعب على المنتخب بشكل افضل ما كان بيلعب مع النادي الاهلي، لان كان له واجبات، ولكن علي معلول مع النادي الاهلي خاصه في الموسم الماضي وهذا الموسم صراحه قدم اداء
ممتع للغايه. بقيت دلوقتي لما معلول ما بيلعبش تحس ان عندك نواقص، تحس ان انت محتاج معلول في الزياده الهجوميه، فكل هذه الامور بتحسب له. ايضا دخول احمد حمدي ودخول اللعيبه الصغيرين داخل منظومه الفريق، جاهزيه محمد هاني بهذا الشكل، اللعيبه الصغيره اللي دخلت قوام الفريق ومنهم صلاح محسن، من الحاجات اللي تحسب لكابتن حسام البدري انه ازاي قدر انه يحصد بطولات في فتره كان فيها احلال وتجديد ايمن اشرف وتوظيفه في المركز الجديد ونجاحه. محمد هاني في لقاءات كتير لعب مساك لان كان عنده ازمه في خط ومركز قلب الدفاع، واستطاع دي صلاح محسن لسه بتحدث عليه امام حضراتكم الان. محمد هاني المجموعه الجميله اللي قادره على العوده بمنتهى السرعه، يعني الناس ما يجيلهاش حاله من حاله الاحباط، لان جمهور النادي الاهلي لا يرضى الا بالفوز، جمهور النادي الاهلي دايما عايز ياخد البطوله، ولكن جمهور النادي الاهلي دايما مساند ودايما حاسس ان النادي الاهلي لما يكون في بعض الظروف الصعبه، وده وارد في كره القدم، وجبت لحضراتكم امثله كتيره وابطال الدوريات في العالم اخر السيزون عندهم عامل ازاي. نفس الشيء بالنسبه للكابتن حسام البدري، وايضا مانشستر سيتي احرز رقم قياسي في عدد النقاط في الدوري الانجليزي وارقام قياسيه، اكبر عدد من الفوز، والنادي الاهلي حقق ارقام قياسيه للغايه في هذا الموسم ايضا في العديد من الامور، وعلى الرغم ان كمان الدوري هذا الموسم اقل من الارقام اللي كانت محققها بعض الفرق قبل كده، ولكن هذا الموسم في بطولة الدوري كان استثنائي بالنسبة للنادي الأهلي. فكل هذه الأمور والظروف، غيابات الصراحة لقوام صعب أنك تقدر تعادله، أنك تقدر تعوضه سريعا، لأن في كرة القدم ما هي زي بلاي ستيشن، أنت محتاج عشان تصنع لاعب في مركز معين، وخاصة المركز اللي بيصنع الفارق سواء في خط الهجوم سواء في صناعة اللعب، انك تجيب حد بمنتهى السرعة وينزل ويتألق ويبقى عنده الكاريزما وعنده الإمكانيات وعنده طريقة الاحتراف اللي يشتغل بيها في النادي الأهلي وينجح، ما هي السهلة، ما هي السريعة، بتاخد فترات، بتاخد تجهيز، وكل هذا الأمر كان النادي الأهلي دائما وأبدا بيفعله، وشفنا بعد أبو تريكة فترة، ثم جاء عبد الله السعيد، بعد عبد الله السعيد أيضا النادي الأهلي بيبحث عن العديد من الحلول، هي ما بتقفش على لاعب بعينه، وما هوش لاعب فقط سبب كل هذه الأمور، ولكن أنت بتتكلم في امتحانات، لعيبة عندها امتحانات وما سافرتش مع البعثة، وده أمر أنت مش هتقدر تقف قدام مستقبل، ومش هتقدر ترغم لاعب وتضيع مستقبله عشان خاطر مباراة، وفي نفس الأمر أنت عندك ناس بتغيب للإصابة وناس كانت مقاومتها صعبة أنها تكون جاهزة معاك، يعني الناس كلها النهاردة تفاجأت أن عمرو السولية قادر أنه يلعب اللقاء، ما كانش في حد متوقع، وفي نفس الوقت اللي أنت عندك عمرو السولية بيجهز عندك أحمد فتحي بيغيب للإصابة، فالأمور كانت صعبة. كل هذه الأمور واردة في كرة القدم، نعم ما بنطلعش مبررات، ولازم الصورة يجب أن تكون واضحة. غدا ان شاء الله في اجتماع مهم جدا للجنة الكورة لوضع استراتيجية المرحلة المقبلة، ان شاء الله تكون الامور على ما يرام، والنادي الاهلي بطل الدوري، محدش يبتدي يحس بحالة الانكسار، النادي الاهلي ما بيكسرش، انت بطل الدوري، بطل اهم بطولة، بطل دوري وكأس الموسم الماضي، مرحلة رائعة للكابتن حسام البدري، والف شكر لكابتن حسام البدري. نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا الكبار ونعود لحضراتكم مرة ثانية.